بالنسبه لي حاجه جميلة. طيب قبل ما اطلع فاصل عندي سؤال كده عاوز اساله. طبعا. هل كل مدرب لازم يطلع على كل ما هو جديد في عالم كره الطايره؟ زي اللعيب بالظبط. هو ما كنتش بجد من نفسه، المدرب يجدد من نفسه ويطلع على المعلومات الجديده. ازاي بتطلع عليها؟ ما يعني مثلا بتفرج على الماتشات، ايه الجديد اللي بيحصل في الملعب؟ فده بيبقى مؤشر بالنسبه لي. الأجهزة المساعدة اللي بتساعد على أن نطور مستوى اللاعب، زي مثلا سرعة رد الفعل. بيظهر ضوء للاعب بيروح هو بيلمسه، بنقيس الزمن ده قد إيه، فده مهم بالنسبة لنا عشان نطور. مثلا في لعيب السايد اليمين بتاعه أحسن من السايد الشمال، فبنشتغل في موازنة. حتى في البلوكات مثلا بيروح الناحيه دي. ما طلعتش تعمل معايشه في اي حته بره في لا سافرت كتير. لا سافرت بس دلوقتي السفر لا لا صعب. ما بقاش زمان. انا كنت بقعد مثلا ممكن 3 أسابيع في اوروبا. 3 أسابيع. فتره معايشه. مش معايشه اكتر ما هي مثلا كورسات كانت بتتعمل في التشيك، خلصت ال3 كورسات بتوعهم اللي هي اخر حاجه في الاتحاد الدولي، ورحت مرتين بعد كده مشاهد يعني. زمان كانت الكتله الشرقيه دي كانت مكسره الدنيا. بالنسبه في طبعا وزيك تلاقي عندهم برضو لعبه كره الطايره مهمه جدا. زي امريكا الجنوبيه دلوقتي. شعبيه عاليه. وهي الميزه فيهم برضو كان ايام زمان ان هو ما بيبخلش عليك بالمعلومه. يعني في المعايشات اللي انا كنت بروحها او انا بروح ازور واقعد، اصل هي الميزه في ما بخلص الكورسات اللي عليا بروح كورس اتفرج، بختار المحاضر اللي اخش له، ما انش ملتزم بجدول. ده بيتكلم في علم التدريب اروح اتفرج عليه، او كانوا بيجيبوا كمان مدربين مشهورين في العالم. طبعا. فتتفرج عليه في عملي وتتفرج عليه وتسمع محاضرته، تسمع محاضره الفسيولوجي، فدي بتعليني انا كابراهيم معلومات داخله لي من كل حته. طيب ده بالنسبه لك انت، انما هل بيحصل مع مدربين تانيين؟ لا ما بيحصلش. لا ما حدش بيجري ولا المعلومه. كل واحد محلك سر. يعني ما يعني هي ساره قالت كلمه دلوقتي كويسه، قالت ان كابتن ريم بيطلع على كل ما هو جديد. بحاول. اللي هو شرايط فيديو مثلا بتجي لك او سيديهات. لما النت بقت اسهل من زمان. زمان احنا بتاع الصغير ده حاجه رهيبه اسهل. زمان كنا بندور على اي شريط فيديو نتفرج عليه. يعني كانت الامور في ايامنا زمان، ايام ما كنا بنلعب ولا في اولنا في التدريب، كانت صعبه جدا. دلوقتي تخش على اليوتيوب هات اللي انت عايزه على النت، في ثانيه هتجيبه ومع الذكاء الاصطناعي كمان بيجيب لك كل حاجه قدامك في ثانيه. ده يلعبوا مكاننا بقى.